معانا ومنورنا دلوقتي عن طريق زوم الكاتب الأستاذ أحمد مرسي، صاحب رواية مؤامرة على شرف الليدي ميتسي، وهو من الكتاب المهتمين جدا بالكتابة التاريخية، والتاريخ من الموضوعات الحقيقي كتير من الناس بتحب ان هي تقرأ فيه أو تقرأ عنه وتعرف كمان إيه اللي حصل زمان وإيه الحقيقة وإزاي بنقدر نوصل للمعلومة مظبوط، لأنه بجد القراية في التاريخ على قد ما هي بس بتعرفنا طبعا تفاصيل كتير جدا، انما هي كمان مفيدة جدا جدا، وعايز اقول لكم انها بجد بتطلب بشكل كبير قوي في الفترة اللي فاتت، ده غير كمان ان هي بتخلي القارئ واعي جدا لكل تفاصيل تاريخه المظبوطة، وبيقدر كمان ان هو يقيم المعلومات اللي بيقرأ فيها ويعرف يفرق ما بين الحقيقة والمزيف، خاصة ان انتوا عارفين ان يمكن في الفترات الاخيرة كنا تعرضنا للحقيقة ناس كتير بتحاول تزيف تاريخنا، ناس كتير بتحاول ان هي تنشر حقائق وهي في الحقيقه ما هياش حقائق. هنعرف مع بعض من استاذ احمد النهارده ازاي نقرا صح في كتب التاريخ، ازاي يكون عندنا رؤيه في اللي بنقراه، وازاي نعرف نختار مظبوط الكتاب اللي يقول لنا المعلومه الصحيحه. اهلا بحضرتك استاذ احمد. اهلا بيكي. اهلا بيكي. أحب أعرف من حضرتك إزاي تقدر تنصح القارئ أنه يكون عندنا رؤية مظبوطة في اختيارنا للكتاب اللي هنقراه في التاريخ، خاصة وإننا يعني اتعرضنا الفترة الأخيرة لكتب كتير جدا بتحاول تزيف تاريخنا. والله أنا التاريخ هو فرع من فروع العلوم الإنسانية بشكل عام، و لا يجب ان احنا ناخد التاريخ كعلم منفصل عن بقيه العلوم الانسانيه، والعلوم الانسانيه فروعها كتير زي الفلسفه والمنطق والجغرافيا وعلوم الدين والسياسه والاقتصاد. فعلى الانسان ان هو اذا اراد ان هو يقرا في التاريخ لازم يكون يعني متسلح ببعض الاسلحه اللي عنده او اليات التفكير المنطقي قبل ما يتعرض لقراءه التاريخ. ولذلك انا دايما بقول ان قراءه التاريخ هي جزء من بناء انسان مثقف بشكل كامل. طبعا ما اقدرش اقول ان انا هبني ثقافتي على اني اقرا في كتب التاريخ فقط، لا، لازم اقرا جميع فروع العلوم الانسانيه عشان اقدر اقرا في التاريخ بشكل كامل. يعني انا اقدر اصنع انسان، التاريخ ده عامل زي عمود القيمه في الانسان المثقف. اقدر اصنع انسان مثقف بقرايه التاريخ وعلوم اخرى، لكن ما اقدرش اصنع انسان مثقف بقراءه التاريخ. ولذلك انا ادعو اي قارئ عايز يقرا التاريخ ان هو يقرا في العلوم الاخرى، اهمها برضو علم المنطق، لان اي حدث تاريخي بيتعرضه الانسان او بيقرا عنه الانسان لازم يعيده في الاساس الى المنطق الاساس. هل الفعل التاريخي او حدث التاريخي ده يوافق المنطق ولا لا يوافق المنطق؟ هل يوافق السياق الزمني اللي وقع فيه او لا يوافق السياق الزمني اللي وقع فيه؟ مفيش كتاب معين اقدر اقول والله هو الكتاب ده اللي انا اقدر منه اخد التاريخ. مصادر التاريخ متعدده، مصادر التاريخ كثيره ومختلفه في نفس الوقت، وعلى الانسان انه يحكم عقله كل خبر تاريخي يحصل. طبعا صحيح، ممكن يكون في حدث واحد كل الناس يعني عندها عنه معلومات ولكن مش كفايه، ولكن ممكن يكون في اكتر من روايه لسرد الحديث ده، ازاي او الحدث ده ازاي ممكن اتاكد من المعلومه الصحيحه، وازاي اقدر اتاكد ان اللي حصل ده هو ده بالظبط اللي حصل. هو التاريخ في الاحداث التاريخيه خصوصا الاحداث المتاخره، مثلا يعني في القرن 19 والقرن 18 والقرن 20، هنلاقي اكثر من روايه للحدث التاريخي الواحد. وعلى الانسان ان هو يقرا ويعادل مصادر. يعني مثلا عندنا مثلا على سبيل المثال الحمله الفرنسيه، الحمله الفرنسيه عندنا عشرات المصادر اللي كتبت عن الحمله الفرنسيه، عن تاريخ شرقاوي، عندنا مذكرات الضباط في الحمله الفرنسيه توت في مصر مخطوطه بتتكلم عن الحمله الفرنسيه من اليمن، عشرات العشرات من المصادر بالاضافه الى الوثائق الموجوده حتى الان. الانسان عليه اللي هو يقرا جميع هذه المصادر اذا كان عايز يتاثر في المصادر الصحيحه، يقرا جميع هذه المصادر ويشوف المتكرر. اذا تكرر حدث عند مثلا والله عند الجبهتي وذكروا مثلا احد ضباط الحمله الفرنسيه، اذا هذا الحدث حدث في الواقع. لكن اذا هو حدث فردي ذكروا شخص واحد او ذكروا مصدر واحد من هذه المصادر، عليه بقى في الحاله دي ان هو يضعه بين قوسين، بين كل الفلسفه الالمانيه اي حاجه موضع شك يجب وضعها بين قوسين، ونشوف بقى هل الحدث حصل فعلا، هل هناك ما يؤكده، هل هناك ما يدعمه من تاريخ الافكار اللي كان موجوده في الفتره دي. عشان كده بقول ان اهميه القراءه في المنطق والقراءه في الفلسفه والقراءه
كليه العلوم الانسانيه مفيد جدا لمن يتعرض للقراءه الكتابيه. مفهوم. فاذا وده احنا عندنا هيساعدنا اكتر باننا نقدر نعرف اذا كنا اللي بنقراه ده فعلا حقيقي ولا لا. بالظبط، يعني انا يعني احنا لو هنحط قاعده للقراءه لمعرفه الاحداث التاريخيه الحقيقيه اللي حصلت، احنا هنقول ان هي الحدث متكرر في اكثر من مصدر، او حدث ليه دلائل تكررت في اكثر من مصدر، وهذه المصادر مصادر معقده، بشرط ان لا تكون مصادر متعقده. يعني مثلا ما اقدرش اخد اعتبر اقارن بين تاريخ الرافعي يعني الحمله الفرنسيه وتاريخ الجبرتي، لا، يعني اقارن تاريخ الجبرتي بالتاريخ المعاصر، يعني عجائب الاثار، كتاب زي عجائب الاثار مثلا اقارنه بكتب وجدت في نفس العصر في عصر لاحق، لان هو اصلا ممكن الكتاب ده يكون مصدر للمؤرخ اللاحق. ازاي كاتب التاريخ من وجهة نظرك يقدر ان هو او المفروض ان هو يجنب اهوائه ورأيه في اللي بيكتبه، ولا شايف انه المفروض انه الكاتب يكون كمان بيقول رأيه احيانا لو اللي بيكتبه سمح له بده؟ والله ده يختلف عن هل انا بكتب كتابه تاريخيه او بكتب ادب تاريخي او روايه تاريخيه. اذا كنا بنتكلم في الادب، الروايه التاريخيه هي امر مختلف بالظبط. تماما عن كتابه التاريخ، لكن كتابه التاريخ نفسه علينا ان انا اعرف، او الذي يتصدر لكتابه التاريخ عليه ان يعرف ان ما فيش خير وشر في التاريخ، وما فيش غلط وصح في التاريخ، هو في اسباب وفي دواء. يعني لا يجب ان انا اقرا التاريخ من منطلق ان في شخصيه كبيره، في شخصيه سيئه، في شخصيه انانيه، وفي نقرا التاريخ كما هو. في شخصيه والله ما اقدرش اقرا التاريخ والله ده كافر وده مسلم او ده مسلمين وده، ما اقدرش اعمل كده، لان التاريخ يقرا كما هو بحياديه تامه بدون اي انحياز. وعلى هذا الاساس ابدا افسر الاحداث التاريخيه الموجوده او اللي انا بتعرض واعرضها بشكل حيادي تام من غير ما ادخل نفسي او ما ادخل شخصي داخل الشخصيه وبدون اهواء شخصيه. يعني عندنا مثلا وده موجود عندنا في التاريخ، يعني عندنا كاتب في الجبرتي كنا بنتكلم عنه من شويه، هو موقفه ايه من المجتمع في الفتره دي؟ هو راجل من العلماء وليس رجل سلطه، لكن لو قارناه مثلا باسامه بن منقذ هو احد المؤرخين الكبار لصلاح الدين، هو رجل دوله اصلا، فاكيد تاريخه هيكون منحاز بشكل معين لاحد للسلطان او للملك. فالذي يجب ان يتفضل التاريخ او كتابه التاريخ يجب ان هو يبعد جميع اهوائه تماما ويبعد جميع انحيازاته تماما، وبعد كده يتفضل الحدث التاريخي اللي هو هيتبعه. أنا بشكرك أستاذ أحمد على وجودك معانا عن طريق زوم، إن شاء الله المرة اللي جاية تنورنا في الاستوديو.